بفصل الصيف بيزيد موسم الأعراس ونصير نحتار شو بقى ناكل وكيف بدنا نقضي نهارنا إذا كنا معزومين على عرس. أول شيء كتير مهم ما نشتري فستان بأقل من مقاسنا، لأنه معقول نكون حاطين تحدي بيننا وبين الفستان إنه إحنا بعد أسبوعين مثلاً رح نخسر 2 كيلو وحنقدر نفوت الفستان فينا بشكل منيح، ومعقول نخسر الرهان، فكتير مهم نجيب الفستان على قد مقاسنا بلس لنحن نكون مرتاحين بالعرس. نهار العرس كتير مهم نتروق، مش نضلنا قاعدين كل النهار بلا أكل لوقت الليل اللي هو وقت العشاء، مهم نتروق لنقدر نوصل لعشية وقادرين نعمل choices خلال العشاء، وأيضاً لما نكون عم نتعرض لدوخة أو لجفاف بالجسم إذا ما كنا عم نشرب أو عم ناكل خلال النهار. بس نوصل على العشاء إذا كان بفيه بدنا نعرف ننقي التشويسز اللي نحنا منحبها أكتر شيء، ونكون عم نقسم بين قصص مقلية قصص مشوية، ناخد القصص القليلة النشويات وغنية بالبروتينات، وزاد الشيء إذا كان الأكل موجود على الطاولة. نقطة كتير مهمة نكون عم ننتبه لها أنه نبتعد عن المأكولات النية إذا كان المحل فيه شوب أو قريب على البحر، يعني الرطوبة كتير عالية، لأنه معقول نكون عم نتعرض لتسمم من وراء المأكولات النية أو المش مستوية منيح. وأخيراً لازم نبتعد عن المأكولات اللي بتخلينا نشعر بنفخة أو بحرقة أو القصص اللي نحن بنعرف أنه هيدول الأكل اللي حيضايقونا، لنقدر نكفي السهرة بطريقة نكون مرتاحين أكتر.